الو، استاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا فندم. والله يا فندم انا كنت عايز اكلم الدكتور. انا عندي حفيدتي عندها سنتين ونص تقريبا، ولغايه دلوقتي ما بتتكلمش، يعني كلمه كلمتين بالكتير او في اليوم، ومتلعثمه جدا في الكلام. ما فيش، هل هو ده طبيعي ولا ممكن تبقى في مشكله صحيه واحنا مش عارفين؟ نعرضها على الطب النفسي نشوف اي حل ليها من دلوقتي. سنتين ونص هي؟ سنتين ونص بالظبط. حاضر. طيب حاضر، تابعني يا استاذ محمد. بص، تاخر الكلام طبعا مشكله بتبقى مزعجه جدا للاهل عموما، وتاخر الكلام بيبقى اكتر في الولاد مش في البنات. يعني دايما البنات بتتكلم اسرع وتبقى اكثر طلاق من الولاد. في الحقيقه يعني لغايه 3 سنين ما بقاش في مشكله قوي، يعني قصدي بيتاخروا لكن بعد كده بيرغوا، بيتكلموا كويس جدا جدا يعني. لو هي سنتين ونص والكلام ما فيش خالص، لازم بنشوف حاجات الاخرى. يعني بنشوف ذكائها الاجتماعي، بنشوف علاقتها بالناس اخبارها ايه، بنشوف التحكم في الـ في الـ في, الـ في الاخراج اخباره ايه، المشي امتى. يعني قصدي لو هي البنت ما عندهاش معوقات اخرى غير ده، يعني بتتكلم كويس، بتمشي كويس، وبتهزر وبتضحك وبتخرج وبتروح، بس عندها مشكله في بس الكلام، بس عندها مشكله في الكلام فقط، ده ما يلقنيش قوي، لان هتتكلم. امتى ناخد القرار بقى؟ حسب، في ناس تقول لك لا نستنى لغايه 3 سنين وبعدين نتكلم، في ناس تقول ان ما اعرفش كانت بتروح حضانه ولا لا، بس الولاد دول بننصح جدا انهم يروحوا حضانه مثلا، لان بيبقى في اوتبوتس كتير. وكمان بيبقى في مشكله انه احيانا برضو يمكن ضمن موضوعنا، انه قعده الاطفال كتير قدام التلفزيون، هو بيستقبل بس لكن ما بيرسلش، وده بيعمل مشكله. وجهه نظر سليمه جدا، وعشان كده بقول احنا بننصح جدا انهم يروحوا حضانه. لو القصه ما اتحسنتش، لا بتوع التخاطب اللي يروحوا لهم، مش بتوع نفسيه. لو هو ما عندوش او هي ما عندهاش اعراض اخرى في النمو الطبيعي بتاعها غير موضوع الكلام، بتوع التخاطب هم بيبقوا مسؤولين عن القصه دي.